FM. الكلمة ليك. نوفل ورتي. نتفرج وما يعجبنيش. علاش؟ علاش على خاطر كيما يعجبكش علاش تتفرج؟ برشا هزين ونفضة. كيما يعجبكش علاش نتفرج؟ على خاطر انا وفيت من توا نتفرج في الناس الكل. اي. ريانك باش نشوف الباهي والخايب باش نفرق وباش نقرا وباش نفهم. واش مبدل تشري ولا تبيع ولا؟ نبيع. تبيع علاش تبيع؟ نبيع على خاطر فما برشا حاجات اللي انا نشوفها ماهيش حاجات نتاع دي برانسيب. وانا شخصيا نحب ياسر المبادئ، الشخص هذا بالذات نحسه ناقص مبادئ. تبعت شنو صار اخر مره ابو قصي وحكيت مسرحيه تشوفها مسرحيه كبيره مسرحيه كبيره انا استدعى نوفل الورتاني يمشي هو لسوريا ويشوف شنو اللي قاعد يصير غادي. اي كان ينجم انت بيصير. مشيت ديجا لسوريا في وفد تونسي بيصير. مازال تحقيقات ما كملتش، مش تقول انت مسرحيه. انا قلت لك انا نستدعاه هو يمشي يشوف بعينيه ويعمل انفستيجاسيون. كان مع نوفل ومع الحاله اللي جابها ابو قصي معناتها. انا موقفي انه هذيك مسرحيه كبيره صارت على التلفزه اللي يخدم فيها نوفل. الكلمه ليك.